name is Adam. I'm 13 years old. And I live in Dalet Kamel in Israel, which is a Druze village. What is a Druze village? And who are the Druze? You may be asking. Well, let me show you. Druze in Israel speak two languages, Arabic and Hebrew. The Druze people go back thousands of years. دروز طائفي وعقيدي بدأت في مصر في القرن الحادي عشر زمن الخليفة الحاكم بأمر الله وانتشرت في العالم. اليوم الدروز بتركزوا في عدة دول: سوريا، لبنان، إسرائيل، الأردن. We even have our own flag. هذا بدل يعني على أسماء دعاة محترمين اللي هني يعني نشروا الدعوة الدرزية، والعالم اليوم أصبح يعني بتقول مميز للطائفة الدرزية. مقام سيدنا ابراهيم، يعتقد ان سيدنا ابو ابراهيم احد الانبياء الموجودين في الطائفه الدرزيه، كان يتعبد في المغاره الموجوده هناك. For thousands of years, Druze men and women have kept our traditions alive. صدق اللسان ومحبه الاخوان هن الركيزه في مبادينا. نحن بني معروف بالعنوان. We love music. راوية هالرابع جفراوية جابرة والشعرة صوت النابع بتغني للصمرة. Today we still continue these traditions. Dance is very important in our culture. الشاب اليوم أو الصبية اللي عايشة في العصر الحاضر بتحب تعيش الحياة مثل ما احنا بنشوف اليوم في التلفزيون وفي الجرايد وفي الانترنت. يعني في عنا نوع من التقليد للجديد. دلت الكرمل ما في زيها ولا بلدي بالنسبة لإلنا، هي أحلى بلد ما بيصير ولا بيضل. اليوم هم يدخلوا للبوشكات صار زين مئود مئود مفريع مفريع لانو كلانو. انا حلو روتسي من زي بداليه الكرمل بخلال. انا يوتيت مع خفيغوت شلي لفالوت بداليا ولخوت لي مساجوت وسيم تيوليم ولخيم لي بريخه بزا كيف. انا في رايي انه احنا لازم نحافظ على القديم بقدر الامكان ونقلد الاحسن، ما نكون يعني ما نضيع وننسى عاداتنا وتقليدنا الحسني. كيلو زلو دافر شوني אבל تيودات لفامي ما توهبت كيلو لاصوت مشو خداش. Our village is very popular with tourists. They come to taste our food and to buy souvenirs. Our brand is very important to us. Druze weddings are very special and take place over 5 days.
who are going to join Zahra and Ayal on their wedding journey. سنتين صار لي استنى هذا اليوم بده يكون كثير حلو. حلمي اني لابسه روب ابيض حاطه تاج، يعني عامله الاشياء اللي بقدرش اعملها كل يوم. هاي مره واحده في حياتي. بني ادم رائع ميوخاد، كثير منيح معي، يحترمني وبحبني كثير، وفي نظري هو كثير 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 منيح، يعني كثير ميوخاد. اول ما يجي الناس لعنا اول شيء بصب لهم قهوه مره، مضيفهم قهوه للزلام وللنسوان. هون بنبلش نقدم لهم الحلا، التمر، فواكه، اشتياه. بنجي لاخر الليل اخر السهره، بنضلنا القرايب والصحبات، مندير الغناني، غناني عربية، مندير دبكة. أكيد رح اشتغل الحالة لأنه كل وقت أنا قاعدة هون، أو إشي للقرايب اللي حدي، ثاني إشي لأهلي يعني في البيت. Zahra's new home is only 5 minutes from her mother's house. Today is the bridegroom's ceremony. أنا بنت منيحة، بنت أدمية محترمة، وتعلقنا ببعض شوي شوي، وشفت إنها لي مثلي، نقدر نكون مع بعض. The main event of the evening is when Ayal has his haircut, which means getting a new life. Today is the day for the bride ceremony. The bridegroom's family come to the bride's family to ask permission to take her to her new home. Meanwhile, her bridegroom is waiting for her in his neighbor's house. And finally, they can be together. Our Druze traditions are very important to all of us, but I think you will agree, we do know how to enjoy them. نهنتي מאוד. לפני זה לא הכרתי דרוזים ולא היה לי קשר איתם וזה, ופה הכרתי את הקבוצה. עבדנו, למדנו, נהננו. תעלמתי נסעות, תעלמתי כתיר אשיע, תערפת נענס, כתיר אשיע אמינו. תעלמתי את הזה לפרויקט, כיף שגל קמרה, כיף חוט אל-בטריה ושרעך,
وكيف يمسك الميكروفون. تعرفت على كثير بنات وحكينا ثلاث لغات في هذا البروجكت، عبراني انجليزي عربي. ويا نخمان الفيلم اللي عملناه بيحكي عن الدروز كيف عايشين، وهي العرس الدرزي كيف هاي الاشياء. عم ينقم شلان بنوغال خطونا من ماشونين بم خدشين لي وكارتي تاكل فوق.